قبل ما نروح لكابتن اسامه هنروح لزميلنا شريف شعبان من ملعب مباراه ومعاه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك، فوز كبير للنادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء على فريق المريخ السودي مع مدير الكره كابتن عبد الحفيظ. بقول لك مليون مبروك، فوز كبير النهارده على فريق كبير او فريق المريخ السوداني، وكمان ثلاث اهداف مقابل لا شيء في اول دور المجموعات. الحمد لله ادت الطمانينه لجماهير النادي الاهلي. طيب بص، يعني الحمد لله طبعا، يعني المباراه اللي الواحد كان قلقان منها جدا، لان دايما دايما يعني مهما كنت فرقه كبيره وفرقه لها تاريخها وكل حاجه، لكن دايما الخروج بعد المباريات الكبيره او البطولات الكبيره بيبقى الدوافع بتقل شويه. صدفت معنا كمان ان عندنا شويه غيابات طالعين بشويه اصابات بعد كاس العالم للانديه مع ايقاف حسين الشحات، يعني كان كل دي مؤثرات ممكن ما تبقاش لذيذه او لطيفه بالنسبه لنا يعني، لكن احنا عندنا ثقه في كل الناس، ودايما الواحد بيقول حاجه انا مقتنع بيها تماما، يعني اللي عايز ياخد بطوله واللي عايز يشارك في اكتر من بطوله وعايز ينافس عليها وعايز يحصل عليها لازم القائمه بتاعته تكون قويه جدا. يعني ده اللي شفناه النهارده مع الغيابات اللي عندنا وعددها اللي مش قليل يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني انت بتتكلم في عدد كبير جدا يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني انا بشكر اللعيبه جدا على المجهود ده. الشوط الاول كان يعني ناقصه بس الهدف، الشوط الثاني الحمد لله فتحها قفشه، وبعدين كهربا، وبعدين بواليا من الحاجات الايجابيه طبعا، بواليا وتسجيله من الحاجات الايجابيه، مشاركه سعد سمير، رجلين محمد شريف في الملعب، رجلين مروان في الملعب، اكرم توفيق في الملعب، كل الناس بتاخد بشكل كويس يعني الحمد لله. طبعا يعني مباراه كانت مش سهله في افتتاحيه دوري المجموعات، لكن زي ما احنا متعودين وبنقول دايما يعني خلاص مباراه انتهت. هنقابل فرقه يوم الثلاث الجاي زي النهارده، فرقه شكلها مختلف تماما عن اسمها في الفتره الاخيره في على المستوى الافريقي اللي هي سيمبا. انا شفت مباراتها مع فيتا على المستوى التنظيمي رائع جدا، بيقدموا كره كويسه، بيطلعوا من تحت لفوق كويس، مش مخضوضين، كسبانين وبيشاركوا وبيلعبوا والتحاماتهم واشتراكاتهم كانت عاليه جدا يعني. فان شاء الله الرحمن باذن الله نكون موفقين في التعامل معاها يوم الجمعه باذن الله، ونرجع بنتيجه كويسه ان شاء الله. تصريحك او منع لاعبي النادي الاهلي من التصريحات الاعلاميه كان يوم مفعول السحر، قدرت تقفل على الفرقه في وقت هو المطلوب. الخبره بتاعت الكابتن سيد عبد الحفيظ ترجمه القصه في تصريحه في قفله على الفرقه في تركيزه في مباراه قويه بعد فرحه كبيره. يعني وضع طبيعي جدا، بس هي الحكمه دايما تقول ان في احداث ما تموتهاش، اكيد لازم اللعيبه اكيد ده وضع طبيعي يعني، وفي نفس الوقت يبقى عندك حاجه بقى يعني قربت، فلازم انت كمان جرس انذار كده خلي بالك يعني. الحمد لله عندي مجموعه من اللعيبه اللي عارفين مسؤوليه النادي الاهلي، عند على راسهم محمد الشناوي يعني، وطريقه تفكير كابتن فرقه يعني على مستوى عالي جدا الحقيقه يعني، فده كويس. مع سعد، مع ايمن اشرف، مع المجموعه ككل، مع كل الناس، مع وليد، مع علي معلول، مع عمرو السولية، كل الناس مش عايز انسى حد يعني، لكن في النهايه اعتقد ان بنادي بشكل كويس يعني. لكن انت عندك اللي جاي هيبقى اصعب، اللي جاي اعنف، اللي جاي اقوى، لازم في نفس التركيز بتاعك ما يتاثرش ثانيه يعني. اخيرا اخر حاجتين، وليد سليمان في الفندق النهارده وامبارح، والراجل مدير الفني لفريق المريخ بيقول لاعبي المريخ كانوا بيشجعوا فريق النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. دي حاجه كويسه، علاقتنا بيهم علاقه اخويه بحته يعني، وده اللي بان في الاجتماع الفني يعني. فيما يخص وليد عارف دوره كويس يعني، ممكن ما تبقاش مشارك للاصابه اول حاجه، لكن موجود بكل جوارحك يعني. سالفول يا يلا سلام. سلام عشان ماشي كابتن ايمن، ده كان لقاءنا طبعا الخاص والحصري مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. يمكن اللي فاجئنا النهارده المدير الفني لفريق المريخ السوداني، ان فريق المريخ السوداني كان بيتابع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وكان بيشجع كمان النادي الاهلي، تصريح يدعو الى الفخر. مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. ثلاث نقاط في دور المجموعات يبتدي بها النادي الاهلي البطوله الافريقيه، يا رب باذن الله تكمل على خير، ويكون مباراه سيمبا هي ايضا ثلاث نقاط جداد يضافوا الى رصيد النادي الاهلي.